حنا جماعه بن الكيل اقليم فيكي مدينه بوعرفه، جينا بالكيران عبر الحافلات، جينا واحد المسافه اللي كانت تقريبا 800 كيلومتر تقريبا، كان الانطلاقه كانت على الساعه 8 ليلا وحوالي 9 صباحا هنا في مدينه الرباط. جينا وتكبدنا العناء ديال السفر من اجل وحده ترابيه، الوحده اللي كتمس جميع الشعب المغربي. حنا ندين بحرقه، ندين بحرقه تصريحات بن كيمون ضد وحدتنا الترابيه. الصحراء مغربيه وستبقى مغربيه الى الابد، شاء من شاء وابى من ابى، ونحن وراء جلاله الملك جنود مجندين الى الامام.